جئت إلى روسيا الاتحادية بدعوة كريمة من البرنامج الحكومي الروسي الجديد، الجيل الجديد للعام 2023. هذه المشاركة كانت هامة على الصعيد الشخصي لأنها تحمل في طياتها الكثير من تبادل الخبرات، من تبادل المعارف، وأيضا من تبادل وجهات النظر ما بين الإعلاميين السوريين وأيضا الإعلاميين الروس الأصدقاء. فبطبيعة الحال هي زيارة هامة جدا لكل الوفود العربية، ليس فقط السوريين، إنما هناك في برنامج الجيل الجديد يستهدف كافة الأوطان العربية والعالمية أيضا. فهذه هي مشاركة هامة جدا، تعني لنا الكثير وتغني في مسيرتنا المهنية الكثير أيضا.